السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ معاكم محمد توفيق، وإن شاء الله هنكون مع بعض في كورس الـ 48 Firewall. بالنسبة للفيديو ده يا شباب، هيكون أول فيديو في الكورس وهيكون أوفر فيو عن الكورس. طبعًا إحنا كلنا عارفين أهمية الفاير وول في النتورك، وإن الفاير وول بقى مانداتري بارت من أي نتورك، سواء كانت النتورك دي انتربرايز نتورك، ميديم نتورك، أو حتى سمول نتورك. ده إحنا كمان بدأنا نفكر إن إحنا نحط فاير وول عندنا في البيت، وده طبعا بسبب زياده السايبر اتاكس في الفتره الاخيره وانتشار الفيروس والورمز والتروجنز اللي ممكن بسببها يحصل كوارث. واحد من اهم سكيورتي تولز اللي من خلالها هتقدر تحمي الشبكه بتاعتك وتامن الشبكه بتاعتك وتحافظ على الداتا بتاعتك هو الفاير وول. بالنسبه للكورس ده يا شباب، هيكون ادفانسد كاستمايز كورس، مش هيكون اوفيشال كورس، يعني مش هشرح من اوفيشال اوت لاين او حتى هشرح بنفس ترتيب الشابترز او التوبكس الموجوده في الاوفيشال بوك بتاع فورتينيت. لا، انا هشرح من كاستمايز اوت لاين، انا اللي كاتبها ومرتب مواضيعها بحيث ان يكون في تسلسل في المعلومه وتقدر تفهم بشكل افضل. بالنسبه للبري ريكويزيتس او بالنسبه للريكويرمنت المطلوبه منك، لازم طبعا يكون عندك البيزكس بتاعت السيستم والنتورك، يعني تكون فاهم وعارف يعني ايه سويتشنج، يعني ايه راوتنج، يعني ايه اي بي ادرس، يعني ايه دي ان اس، دي اتش اس بي، يعني ايه اكتيف دايركتري، يعني ايه دومين كنترولر، اند سو اون. يعني الاخر يكون عندك النولج بتاعت كورس سي ان اي وكورس ام سي اس اي. بالنسبه للبنفيتس اللي هتقعد عليك انت كستودنت بعد ما تخلص الكورس ده ان شاء الله تعالى، هتقدر ان انت تعمل انستول وتقدر تعمل كونفيجر ومانج للفورتي جيت فاير وول، واهم حاجه هيكون معاك الكونسبت اللي يخليك تقدر تشتغل على اي فاير وول تاني، زي مثلا بالو التو، اي اس اي، سونيك وول، سوفوس، بنسبه تتخطى ال 70%، وده طبعا بسبب ان تقريبا كل الفاير وولز عندها نفس الكونسبت، واحنا ان شاء الله تعالى هنركز على الكونسبت في الكورس ده، بحيث ان انت لو عندك اي حاجه تانية بخلاف الفورتي جيت ان شاء الله تقدر تشتغل عليها وتتعامل عليها. بالنسبه للتارجت اودينس، احنا طبعا في الكورس ده بنتارجت الناس اللي هم شغالين سكيورتي ادمنستريتورز او اللي شغال نتورك سكيورتي، تمام. بالنسبه للفيرجن او الفريم وير اللي احنا هنشتغل عليه او الفورتي او اس اللي احنا هنشتغل عليه، في البدايه احنا هنبدا شرحنا بفيرجن 5.6، وبعد كده لما نوصل للفيديو او السيشن بتاعه الابجريد بتاعه الفريم وير هنكمل الكورس بتاعنا على فيرجن 6. بالنسبه للكورس اوت لاينز، خلينا كده نروح على الاوت لاين بتاعه الكورس بتاعتنا. زي ما حضرتك شايف ان الكورس بيتكون من 15 مديول، زي ما حضرتك شايف، تمام. هتلاقي تحت كل مديول، لو نزلنا تحت كده على الديتيلز بتاعت الاوت لاين، هتلاقي ان تحت كل مديول في مجموعه من الليسونز زي ما حضرتك شايف كده بالظبط، تمام، 8 9 14 15، تمام. لو طلعنا لاول مديول فوق، تمام، بالنسبه لاول تو سيشنز او اول تو فيديوز او اول تو ليسونز اللي هو الليسون رقم 1 والليسون رقم 2، احنا مش هنتكلم عن الفورتي جيت خالص، احنا هنتكلم عن بعض المفاهيم الاساسيه المفروض حضرتك تكون عارفها، اللي من خلالها تاريخيا هتعرف الفاير وول ظهر ازاي، تمام. بالنسبه طبعا للليسونز اللي هي تحت كل مديول، وارد طبعا ان الترتيب هيتغير، يعني ممكن تلاقي مثلا في ليسون الضاف مثلا في مديول رقم 2 بدل ما هم 10 بقى مثلا 12 او 11 ليسون، تمام. ممكن تلاقي في ليسون مثلا اتشفت، بدل ما كان رقم مثلا 8 بقى رقم 6، بدل مثلا ما كان رقم 4 بقى رقم 6، تمام. فعلشان كده انا مش عايز اخش في التفاصيل بتاعه الليسونز اللي موجوده تحت كل مديول، تمام. خلينا بقى نشوف الهيد لاينز بتاعت كل مديول بتتكلم عن ايه. اول مديول عندنا هنتكلم عن جنرال انترودكشن، تمام. بعد كده هنتكلم عن انيشال كونفيجريشن وادمنستريشن. مديول رقم 3 هنتكلم عن النتورك. مديول رقم 4 هنتكلم عن الاوبجكت. مديول رقم 5 هنتكلم عن الاوثنتيكيشن، هنعرف الاس اس او وهنا ازاي نعمل انتجريشن مع الاكتيف دايركتري، تمام. مديول رقم 6 هنتكلم عن السيرتيفيكت. مديول رقم 7 هنتكلم عن سكيورتي بروفايلز، هنعرف الابلكيشن كنترول والويب فلترنج والدي ان اس فلترنج والانتي فايروس والانتي سبام والدي ال بي والاي بي اس، الكلام ده كله هنتكلم عليه في السكيورتي بروفايلز، تمام. المديول رقم 8 هنتكلم عن ادفانسد سيستم نتورك. في المديول ده بقى هنتكلم عن اللينك اجريجيشن وازاي نعمل سب انترفيس، وهنتكلم عن الزونز، تمام. بالنسبه للمديول رقم 9 هنتكلم عن ترافيك شيبنج والكواليتي اوف سيرفيس. مديول رقم 10 هنتكلم عن النات، ستاتيك نات، دايناميك نات، ازاي نقدر نعمل بابلش للقوه بتاعت الاكستشينج، ازاي نقدر نعمل بابلش للويب سايت بتاعنا. المديول رقم 11 هنتكلم عن الفي بي ان، الاي بي سيك والاس اس ال في بي ان.
الفورتي كلاينت، هنعرف ايه هو الفورتي كلاينت. المديول رقم 13 هنتكلم عن الهاي افيلابيليتي. المديول رقم 14 هنتكلم عن اللوجنج والريبورتنج. المديول رقم 15 وده اهم مديول عندي، تمام، هنتكلم عن ادفانسد فورتي جيت لاب. طب حضرتك ليه بتقول ان ده اهم مديول عندك؟ بص يا سيدي، بالنسبه للمديول ده يا شباب، تمام، كل اللي خدناه من اول او بدايه من مديول رقم 1 لحد 14 ده كله هنعمله في مديول واحد، او هنعمله في لاب كبير مجمع اللي هو في المديول رقم 15. هنتخيل ان احنا مثلا عند كاستمر، او هنتخيل مثلا ان احنا هنفتح سايت جديد في الشركه بتاعتنا، تمام، وهنبدا ان احنا نعمل ديزاين للنتورك بتاعتنا ونرسم التوبولوجي اللي احنا هنمشي عليها، بدايه من الراوتر مرورا بالفاير وول، الكور سويتش، الديستريبيوشن سويتش، السويتش بتاع السيرفرز، ازاي يكون عندنا اكتر من فيلان لكل اداره او كل ديبارتمنت عندنا يكون لها فيلان مستقله، ازاي يبقى عندنا دي ان زي، هيكون مثلا عندنا اكتر من سيرفر، عندنا اكتف دايركتري، عندنا دومين كنترولر، عندنا اكستشينج سيرفر، عندنا ويب سيرفر. وبجانب طبعا ان الفورتي جيت شغال اكسترنال وبيفيس الانترنت، لا ده احنا كمان هنشغله انترنال، واي انترنال ترافيك هيعدي من فيلان لانظر فيلان ثانيه، تمام، لازم يعدي على الفورتي جيت، تمام. انا كده خلصت الاوفر فيو بتاعت الكورس ده. ان شاء الله اشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.